القوانين الجديدة المنظمة للبورصة باتت تسمح حاليا بقيد المشروعات الكبرى والقومية وطرحها للاكتتاب، وذلك لتوفير التمويل اللازم لتنفيذها. للمزيد من المتابعة أرحب بدكتور بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. ما أشرنا إليه في سياق الخبر، هل بالفعل من الممكن أن نبني عليه ونحن مطمئنون لقدرة البورصة على تمويل بعض المشروعات القومية الكبرى في مشروع تنمية قناة السويس؟ ده كلام مضبوط، والحقيقة ده كلام هام للغاية. نعم، أنا أتمنى إن كل المشروعات اللي جاية على الأقل يطرح في أي مشروع جديد 30% من رأس ماله في البورصة المصرية. تمام، أتمنى. وممكن كمان من ضمن امنياتي ان احنا نشغله تحت قانون الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. القوانين يعني القوانين المنظمه العامه للبورصه حاليا يا دكتوره يعني بتضمن شفافيه وبتضمن انه هذه الامور هي اهم حاجه. بقى انت لما بتخش حضرتك تشتري اسهم في مشروعات في شفافيه وفي افصاح، والناس بتبقى عارفه فلوسها رايحه فين، وفي ميزانيات كل 3 اشهر، وفي ميزانيات اخر السنه، وفي جهاز لمراجعه والمتابعه على هذه الميزانيات للتاكد من صحتها، فالناس تبقى مطمنه 100% ان الفلوس اللي بتشتري بيها الاسهم دي هي شايفاها ومتابعاها، وفي اجهزه رقابيه جوه البلد بتتابعها. ولذلك الطرح العام الحقيقه سواء ابتدائي او ثانوي ده مهم جدا. اولا هيوفر مبالغ هائله لتمويل المشروعات الجديده زي ما تفضل الدكتور محمد عمران، وممكن مبالغ اكبر من كده بكتير اذا دخلت كمان شركات او افراد اجانب او صناديق. فكنا في الماضي بالنشاط المتواضع للبورصه قدرنا نحقق في ال10 سنين الرقم اللي هو قاله، لا في الانشطه الجايه نقدر نجيب ارقام اكبر من كده بكتير. وانا بكرر مش بس المصريين هم اللي ممكن يستثمروا، لا ده ممكن صناديق دوليه وممكن افراد من الخارج. وانا اعتقد ان النهضه اللي احنا عاوزين نبنيها مش هيكفي ابدا ان الجهاز المصرفي فقط هو اللي يمول، ولا انه المستثمرين بس. الدخول على البورصه هيجيب اموال هائله. نعم، فيما يتعلق بالبورصه تحديدا يا دكتوره، من خلال متابعتك لنشاطها البورصه المصريه، هل هي بقوانينها المنظمه لعملها وبادارتها الحاليه تضمن ما اشرت اليه من طموح في الشفافيه وحريه التداول الى اخر ما اشرت اليه، ام ان البورصه طبعاً. ام ان البورصه لا تزال بحاجه الى اليات جديده لتفعيل عملها؟ لا لا لا، البورصه حتى في وضعها الحالي مفيش مانع ان احنا باستمرار بنتطور، لكن حتى في الوضع الحالي هي كفيله، والدليل انها قدرت تعمل الارقام الكبيره دي في الماضي. عايز اقول لحضرتك احنا مرينا بظروف من اصعب ما يمكن، ولا زالت البورصه متعافيه والناس بتخش وبتطلع وبتشتري وبتبيع سواء من الخارج او من الداخل. نعم. لا بالعكس، احنا طبعا ممكن نطور باستمرار، لكن حتى في الوضع الحالي احنا نستطيع ان احنا نمول النهضه اللي احنا بنحلم بيها. واهم حاجه بقى في التمويل ده سهوله الدخول والخروج والشفافيه والافصاح، فالناس بتبقى عارفه فلوسها رايحه فين، في انه مشروع، ارقامه اهي، مكانه اهو، فما بتبقاش حاجه غامضه. ده طيب بالظبط نقطة... مشروع قناه السويس. نعم، لما عملناه وقلنا للناس القناه اهي. صحيح، لكن نقطه اخيره في سياق ايضا قراءتك لحاله المجتمع المصري اقتصاديا، هل تعتقد انه هذه الخطوه اذا ما تمت داخل البورصه ستجد اقبال من المجتمع المصري بمختلف شرائحه، ولا المسألة ستبقى حكر على بعض أصحاب رؤوس المال والمستثمرين الكبار؟ لا لا لا، بص حضرتك مفيش حكر على حد. اللي ما عندوش مبالغ كبيرة بيدخل صناديق الاستثمار، اللي ما بيحبش الصناديق ممكن يدخل لوحده، يعني البورصة مفتوحة. بس الثقافة دي يعني عايزة الإعلام. أنا آسف إن أنا بقطعك، تفتكر إن المجتمع المصري عنده الثقافة دي، ثقافة التعامل مع البورصة على النحو ده؟ طبعا أحسن من زمان. عايز أقول لحضرتك إحنا من أول البورصات في العالم، البورصة المصرية. احنا جينا في فترة من الفترات كانت الأمور كده هديت شوية، لكن ما شاء الله المصريين بيستثمروا. وأنا عاوز أقول لك حاجة، مشروع قناة السويس ده يدل إن المصريين لما بيقتنعوا وبيثقوا الفلوس بتطلع من تحت الأرض. وأنت شفت في مشروع قناة السويس الفلوس اللي طلعت قد إيه. تمام، أشكرك شكرا جزيلا دكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية.